والله انا اشوفه يعني ما كل هالهاله يعني اللي صارت على المنتخب شباب. الفرق اللي لعبنا وياها ترى مو فرق يعني على مستوى عالي يعني منتخب انجلترا ولا الاورجواي ولا تونس، يعني حقيقه اللاعبين وتدريبهم اليومي يختلف عن تدريبنا اليومي للاعبين مالتنا بالفئات العمريه. احنا ما نقيس ندب اللوم كله على المدرب، انا اعتقد لازم نلقى حل غير حل المدرب، يعني ولو بدلنا المدرب المدرب راح يجي غيره ما راح يلقى قاعده جيده للمنتخب الناشئين والشباب والاشبال. ترى لازم نعتني اول شيء نعرف وين الاسباب الرئيسيه. وين هي الاسباب كابتن؟ بالقاعده، رجل فني بالقاعده، طبعا بالقاعده، بالفئات العمريه، بالمدربين، بالملاعب، مدى يوصلون لمرحله اللاعب للخط الاول اكو شغلات فاقدها. يعني يجيك مدرب تقريبا 30% 40%، عكس قبل يجيك اللاعب مدرب 60% 70% تقدر تضيف له، بس هسه اللاعبين دوله بيجي اعمار. لازم نعتني بالقاعده، احنا هذا الاخفاقات لازم نعرف وين الاسباب الحقيقيه، الاسباب الحقيقيه هي القاعده، لازم نعتني بالقاعده بالفئات العمريه بالانديه حقيقه، نوفر ملاعب كرات. اكو انديه ما قاعد تجي من محافظه لمحافظه لان يعني ما عندها كروه، ما عندها فريق، يعني هواي شغلات. يعني اول شيء نوفر ملاعب للدوري الممتاز، اكو انديه تتدرب بملاعب ما صالحه للتدريب. يعني هذا واقع. احنا لا بالدوري الممتاز ما نقدر نوفر، شلون راح نبني قاعده؟ ترى القاعده مهمه. صحيح. نقدر نجيب لاعبين للمنتخب شباب وناشئين. حتى اختيار المدربين بهذه المراحل مريحه، مريحه طبعا مريحه، بس الحمد لله انا شفت منتخب شباب بعناصر يعني جيده للمستقبل. احنا ما نقدر ناخذ 20 لاعب من منتخب شباب للفريق الاول. صح. نقدر ناخذ 4 إلى 3 لاعبين من الفريق الاولمبي، 4 إلى 5 لاعبين نضيفهم على الفريق الاول للمنتخب العراقي، نقدر يصير منتخب جيد يعني.